السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمك في الفيديو ده عن اللونج او. يعني ايه لونج او؟ لونج او يعني بنطق حرف الاو باسمه، وناخد بالنا اسمه او مش او. اقول لك على حالة او حاجة لما نشوفها، عندنا 11 حالة للونج او، 11 حالة لو شفناهم قدامنا لازم ننطق الاو باسمه. احنا عارفين طبعا الاو ليه صوتين، يا اما نطقه او بصوته وانطقه او باسمه. امتى نطقه باسمه؟ باسمه لو لقيت الحالة دي او كونسونانت اي او او ساكن اي، الحرف الاو وحرف ساكن وحرف الاي، هنطق الاو باسمه زي كلمه هوم، بون، فون، ستون، دروف. خد بالك الدي مع الار، هي بنطقها درا، دروف، ما قلتش دروف، دروف. سموك هنا، روز هنا، نوز. خد بالك برضو حرف الاس لما يجي بين حرفين متحركين بنطقه ز، ما بقولش روس. السبب ان الاس لما تيجي من حرفين متحركين بنطقها ز، زي كلمه روز، نوز. طبعا في شواذ زي كلمه هاوس، زي كلمه تشيس، لكن احنا بنتكلم على القاعده الاساسيه. يبقى هنا خد بالك بنطق الاو باسمه او. طيب خد بالك ما تقوليش هوم، في ناس بتقول على كلمه هوم هوم وعلى عظمه بون، لا هوم بون اسمه، افتكر ان هو اسمه او. تمام، في كلمات شاذه عن القاعده دي، في كلمات شاذة فيها او كونسونانت اي لكن ما بنطقش الاو باسمه، زي كلمة ايه؟ لاف. هنا بنطق الاو شورت يو، مع انه او ساكن اي، المفروض انطقه او، لا دي حالة شاذة، زي كلمة لاف، زي كلمة سام، زي كلمة كم، زي كلمة دون، زي كلمة ماذر، زي كلمة براذر. تمام؟ دي حالة كانت من كورس الفونكس رقم 14. لو حابب تشترك معانا في الكورس الجديد ان شاء الله اللي هيبدأ بعد رمضان، والحجز شغال دلوقتي، هتدي الطفل حركات وصوتيات وقواعد يقدر يقرأ أي كلمة وأي جملة وأي قصة في أي مكان. وكمان لو أنت مدرس أو مدرسة حابة تطور من نفسك وتشتغل مع أولادك أو مع طلابك بمنهج صحيح وتأسس الأولاد تمشي بخطوات، الكورس موجود كمان للمعلمين والمعلمات. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.